زون ميكست. رجعنا لكم جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. ضيفنا في الساعة الأولى لاعب نادي الإفريقي محمد علي بحر، نحكيو معاه على بطولة إفريقيا. نذكر سيدي المستمعين تنجموا تربحوا معنا دي تي كي مقابلة تونس والكاميرون، غدوا في بطولة إفريقيا من خلال تدخلوا على الباج إكسبريس إف إم سبور وتجاوبوا على سؤال شكون أحسن لاعب تحصل البارح في مقابلة تونس والكاميرون. تربحوا معنا دي تي كي مقابلة تونس والكاميرون، وكيف كيف تربحوا دي تي كي قابلت التور الثاني بين تونس والمغرب. نعاود نرحب من جديد محمد علي بحر، ووصلنا البارح قبيله مقابله المسيره في النادي الافريقي ومشاكل الماليه. محمد دخلت في بلبش شويه في فيسبوك نتاعك محمد علي، لقيتك مازلت حاط طلع في الاسبونس نسيتها ولا شنو بالضبط؟ والله شو باش نقول لك، الواحد مش مركز برشا مع الفيسبوك. اي لاحظت دونك واحد يخمم اكثر تيران شنو باش يعمل نمشي قد اكثر منه، معنا فيسبوك ولهوه وتصاور ما على بالكش، معنا ما على باليش. شنو الفرق عاب في زوج جمعيات؟ شنو الفرق بين الكلوب والاسبيرانس؟ والله شنو الفرق، زوج جمعيات كبار ومسعى، كل جمعيه عندها تاريخها وعندها جمهورها، مش انا باش نحكي عليها. معنا الكلوب ولا الاسبيرانس، بوتيت الاسبيرانس منظمه اكثر في معنا امور اداره إداريين، وكل إسبرانس منظمة أكثر. الكلوب أفريكان الحقيقة تحس روحك مرتاح أكثر معنا. من ناحية شنو؟ كجوار معنا تحس روحك مرتاح معنا. ككورة نحكي لك معنا أقل ستريس من الإسبرانس. الإسبرانس فيها أكثر ستريس معنا. علاش؟ الإسبرانس خطر، ممكن خطر بونكير في معنا في الخلاص وكل شيء معنا ديما. وفهم عقلية زادة تزرعت فيها في الاسبيرانس اللي معنا على الأول ما مشيت. معنا الاسبيرانس رو معنا ما يزمكش تخسر، فهمتني؟ عقلية ذيك معنا تغرست في الكلوب معنا يزمك ديما تهز. لا مش مع البلهمش، هما علاش ما يزمكش تخسر؟ هي مربوطة ببعضها. كي تبدأ أنت منظم وتخلص فيها أجور كل شيء، معنا مش تولي عليها بريسي أكثر وما نقبلش منك معنا لشيك جملة، فهمت؟ باركونتر معنا كي تبدا تعمل عليه روتار وكل شتولي معنا شتولي مسيبه اكثر، فهمت؟ معنا فهمت معنا البريسيون مش تقل، فهمت؟ نقصد هذيك بون. فما شكون بينيفيك بالنسبه لي؟ بالنسبه لي مش مقلقتني معنا اقل بريسيون، معنا بالعكس نفس العقليه انا نلعب فيها في الكلوب افريكان، مش معنا في الكلوب معنا بالعكس جمهور الكلوب راه جمهور كبير ومعناها وديما يحب الربح راه ما يحبش هذا الخساره. راه كي خسرنا كونتر ليتوال في الجورجاني معناها واحد خرج ديسو مريض اصلا، معناها فهمني معناها الناس كل تستنى والناس كل كذا، فهمني؟ هي الحمد لله بعد ما ربحنا وترى معناها مشي على السكه. انت شنو هي جمعيتك وانت صغير؟ والله مكنين. بخليف المكنين. جمعيتي مكنين الحقيقه جمعيتي مكنين. اي نعرف العباد الكل في مكنين ولا في البلاد الكل عندهم بخليف جمعيتهم جمعيه اخرى يحبوها. راني شوف مانيش مغروم، مانيش ليتوال مكنين يحبوا ليتوال. مانيش مغروم بالكوره، راني باش نقول نحب ليتوال باش نكذب عليك. راني مانيش مغروم بالفوتبول، راني مانيش مغروم برشا، راني نحب الهوند. راني من قبل راني نحب الهوند، حتى قبل كي نمشي نتفرج صغير معناها نتفرج كان في الهوند، نمشي نتفرج راني ساعات نعدي نهار في الصاله عادي. نمشي من الصباح نروح كان العشيه نتفرج. تفرج في الكاتيجوري كل ترينر. قول لي ما نحبش نجاوبك خير من تقول لي ما عنديش جمعيه. لا صدقني كيما نحكي لك، صدقني كيما نحكي لك، ما بون مانيش مغروم برشا بالفوتبول الحقيقه، معناها نحب الهوند. تقول لي جمعيه في الهوند، نقول لك بوكلين من بعد بتبيعها كي مشيت لسبيرونس، دونك جمعيتي لسبيرونس معناها اوتوماتيكمون مش تولي جمعيتي لسبيرونس. لعب فيها 8 سنين توا بور لو مومون لبس مارو الكلوب، دونك نحب الكلوب. باهي تألقك في اول موسم ليك مع الكلوب صلح لي كان غلط، معناتها اكيد 77 بونتو معدل 6 اهداف في كل مقابله هكا ولا صحيح؟ باهي تألق كبير الموسم هذا، علاش ما كملوش المنتخب؟ والله هذا بيدو سؤال معناها نفتح فيه روحي كل يوم. انا كي مشيت للكلوب راني حطيت اوبجيكتيف معناها باش نمشي لكوب دافريك، خاطر يظل لي تو وصلت سانتان نيفو معناها كوسوسوا معناها ماتوريتي ولا نيفو فيزيك ولا اكسبيريونس، معناها وصلت معناها نيفو باهي نورمالمون. تو راني في التوب نتاعي 29 ولا 30 معناها في كام لعبي تاع هاندبول نورمالمون في التوب نتاعو، دونك حطيت اوبجيكتيف وخدمت عليه، خدمت من اول عام وكونفيرميت في لي ماتش الكل معناها اللي بديت الشامبيونات كيما كنت
انت او موان مركي في 6 7 بونت في كل ماتش، فما حتى دي ماتش مركيت فيهم 10 بونت وقاعد نهز في شارج. وتمت دعوتي معنا المنتخب في استاجيت الاولانيين على اساس معنا كان عندهم ثقه فيا، وكل معنا كي تمت دعوتي والاول معنا مشيت حكيت مع المدرب مساعد الحقيقه عمر خضيره، قلت له معنا استدعيتوني تو رجعتوني معنا عندكم ثقه فيا، راني نحب نمشي لكوب دافريك ونحب راني معنا نلعب كوب دافريك وكل شيء، ومازال عندي طموحات اخرين نجم حتى نخرج البر. قال لي راه عندنا كونفيونس فيك وتبقينا راه تدخل اون كونكورونس معنا انت ولي دوز لي درو الاخرين. قلت له كونكورونس اون سي بازون سور كوا معنا؟ قال لي راه سور روندمون نتاعك في جامعتك ودي ماتش معنا انترناسيونال، دي ماتش معنا انا نعمل دي ماتش انترناسيونال تاخي وانت طونجو لا ما لعبتش مش نكمل. قلت له والله يبارك معنا مع جامعتي جيتي او توب، بعد حتى في استاجيت بعد معنا الحقيقة بشهادة الجميع هو بيدو قال لي انت سنة معنا تحسك معنا قديت بالي واحدة اخرى فهمني سواء فيزيك ولا حتى معنا انديفيديال ما معنا تكنيك ما ولا تكتيك ما معنا في اللي ماتش الناس كل معنا اللي قراب معنا يتبعوا الهوند الكل لاحظوا هذا، وقات معنا اللي ماتش معنا ديفالواسيون ما راني من بعد معنا تعديوا استاجيت الاولانيين وكل شيء كان عمر خضيره وحده معنا ما كانش معاه حكم يراني هو في فرنسا شارك. على اساس معنا مش ندخل مش نمشي معهم لسويسرا ومش ناخذ وقت ومن بعد باش تصير ليفالواسيون بعد ما هذا كله ومن بعد هبطت الليسته ما فيهاش اسمي معنا بدون حتى تفسير معنا توا نسال معنا سير كير روبير معناها تنحيت من كيب ناسيونال في وقت اللي معناها توا وقتي نورمالمون معناها هما توا صرفوا عليا قبل قداش من عام ومشيت لستاجيت وكيب ناسيونال جونيور وكادي وسينيور وبرشا فواياجات صرفوا عليا برشا فلوس حتى جا وقت باش يستنفعوا مني يكرتوني فهمتني. دونك هذاك علاش نتسائل هو شنو هو من بعد كي يحطك اون كونكورونس في ماتش انترناسيونال كي انت ما تلعبش بالقدا يا خويا من بعد تخرج ضميرك مرتاح تلعبش بالقدا يقول والله فريمون خير مني انا فهمت دي قبل اما معناها ما غير حتى اكسبليكاسيون ما غير حتى معناها تيست معناها تخرج معناها برشا نقاط استفهام قلقتك الحكايه والله قلقتني الحقيقه كي تبدا حتى اوبجيكتيف انت بعد كل شيء يطيح لك في الماء كما الحمد لله معناها ديما معناها نخدم على روحي وفي الكل موجود الظل لا موجود عادي معناها نحكي لك برا نقاط استفهام على خاطر معناها الواحد الفو سافوار بوركوا وكهو عليها علاش شنو هي السبب معناها ما هزيتش تليفون سالت والله ما هزيتش خاطر ليست هبطت من المفروض هم يكلموني يقولوا لي راه كذا وكذا رانا عملنا شوا هكا وهكا على خاطر هكا وهكا ما فماش سبب هو خاطر كي مش تشوف البيرفورمانس معناها ما نصورش كم معناها مع كل احتراماتي انا هما زوز جوارات باهين راهو سواء رمسي ولا عيسان تبارك الله عليهم اما زاد ثاني زاد عندي بلاستي نضرب على بلاستي اللي قدمته وانت افضل ولا. اللي قدمه رمزي مجدو وعصام رزيك اي هذا بشهاده الجميع حتى كي تشوف الستاتستيك ولا تشوف لي بيوت ماركي ما نصورش كانوا وصلوا معنا عملوا لي معنا لي بيوت اللي عملتهم معنا ولا روندمون اللي قدمته في الفاز الاولاني فهمت كم تقارن انت في روندمون في جمعي انت من بعد حب تعمل ايفالواسيون في ماتش انترناسيونال يا خويا يعطيك كل حد اونجو ولي كلو ميور قعد انت ما خذيتش الفرصه ما خذيتش تنحيت اوتوماتيكمون معنا بخلاف البطوله الافريقيه هذه تعتبر مسيرتك في المنتخب ما خذيتش فرصتك كامله ما خذيتش فرصتك كامله رغم اللي محمد علي وقت اللي لعبت في كان في مصر سجلت 17 بونت في ماتش وكملت احسن هداف قبل لكن بعد وقع استغناء عليك كالعاده في 2016 صحيح عملت ريكور معناها ماركيت 17 هدف في مقابله رسميه هذا يظهر لي ريكور يظهر لي قبل كان انور عياد ما عمله حتى جوهر تونسي وكملت احسن هداف معناها في جوهرات التوانسه كل ومن بعد بشوي بشوي وقعدت اخلي علي معناها عملت تيكيو صحيح تيكيو من بعد رشحتنا الجو اولمبيك زاد كيف كيف هبطت معناها هبطني ماتش شيلي اون دوزيام ميتون نتذكر وقتها ماركيت 6 بونت معناها عملت روندمون روعه معناها من بعد من وقتها ما عودش لعب ما هبطني جبل ما حافظ وقتها ما حافظ زوابي ما عودش ما نعرفش وقتها قداش كل شيء رغم اللي ترشحنا وقتها
حسني وكل ترشحنا، اما من وقتها ما عودش لعبت حتى في جو اولمبيك، من بعد هزوني بعد نحوني بعد عاودوا رجعوني 15 وانا جم نقول لا على خاطر درابو تونس هذا عيطوا لي على اساس نمشي 15، قلت لهم نمشي 15 ومشيت 15. اما من بعد نحيت كوب دي موند اللي بعدها نتذكر وقتها اندربي وقتها قبل استاجيت على الكوب دي موند 2017 ماركيت فيه 6 بونت جيتي لو ميور ولعبت معناها ماتش اكسبسيونيل ومنه قدوة ما فماش اسمي في الليست، هزو طارق جلوز اللي هو ما لعبش الماتش هذاك معايا. فهمت معناها دونك فما برشا نقاط استفهام. فما حاجة تعتبر شوية تكنيك وكهو؟ والله ايش باش نقول لك، والله كان شوية تكنيك ما نتصورش، معناها انت جوار معناها كان مش تحكي انت باللوجيك، جوار بيرفورمان نورمالمون يمشي، جوار بيرفورمان في بريود معناها بري كومبيتيتيف نورمالمون يمشي، عندك دو تروا شوا نورمالمون معناها باش تختار لو بلو بيرفورمون ويمشي. باش تفسر انت جوار بيرفورمان بعد تنحى، مثلا عطيتك اكزومبل كوب دو موند 2017 شامبيونات دو موند وقت شنو تعتبر السبب كي قلت لي مش تكنيك؟ والله ما نعرف، ما نكذبش عليك، ما لقيتش سبب، فما حاجه اخرى هكا ما نعرفش شنو هو، بيتيتر هو مدرب معناها بالنسبه لي هو انت ماكش ماهوش مقتنع بيك ممكن، ولا فما ديز اكسترا سبورتيف حاجات اخرين ما نعرفش الله اعلم فهمني. اما كل مره كيفاش راه كل مره كيفاش 2017 بون 2018 من بعد ما زاد مع توني جوريونا ما خديتش فرصتي حتى 2020 على اساس رجعت وكل، وبعد كان نفس الحكايه معناها. 30 عام تو محمد علي، مازلت مع الاحتراف ولا؟ والله نطمع بالنسبه لي تو في الطب نتاعي، مازلت عندي طموحات اخرى، تو الروبيلوت ناحيه كوب دافريكا هذه مش لقاني خامه في الكوب دي موند الجاي حتى هما هزونيش كوب دي موند الجاي باش نخمم في اللي بعده ونحب نخمم نخرج لبرا انا في اوروبا وانا في اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله فما حاجه ان شاء الله، فما دي كونتاكت وربي يسهل. مع شكون ان شاء الله؟ فما دي كونتاكت مع دي مانجير، فما دي زوفر تو نخير نتكتم مع بيعطينا حتى البطولات مثل بطوله فرنسا. في فرنسا الدرجه الاولى؟ الدرجه الاولى الدرجه الاولى. نجموا في الصيف نشوفوك في فرنسا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. باهي نحكيو شويه على المنتخب، كيفاش شفت المنتخب التونسي في زوز مقابلات الاولانيين في الكان؟ والله معناها بالنسبه للمجموعه معناها نعتبرها من احسن ما فما في تونس، معناها سواء لعبوا لبرا ولا اللي في تونس، كان ديما الماتشويت ذوما الماتشويت الاولانيين دور ديما معناها ما يوريوكش برشا حاجات. معناها باش تلقى ديزيكيب تلعب لك الديفونس ايتاجي معناها ما تنجمش تو ديفلوب معناها اللعبه نتاعك كوم يلفو معاهم، دونك شتولي كيما لعبوا الاولاد معناها شتولي تخدم ديفونس كونتر اتاك ديفونس مونتي دبال، هذاك علاش هو اسهل حاجه بالنسبه ليك باش تبعد على الضرب وباش تكون معناها الكونتر اتاك ديفونس والكونتر اتاك وباش تاخذ ليكار وباش معناها باش تبعد على توسكي ريسك نتاع بليسير وكل شيء. وانا كيما قلت لك معناها مازلت ما تنجمش تو تقيم حد شيء، معناها الناس كل معناها جوارات الكل تو كل حد يلسو شارش معناها يشوف معناها يحب يدخل كومبيتيسيون، معناها كنت ترى ديجا ريبارتيسيون دي بوت الناس كل ماركه، معناها كل الناس كل ماركه 4-5 بور ماتش. كنت سيرتو البارح شفنا تألق كبير من الاجنحه. صحيح البارح خاطر كيما قلت لك معناها ليزيكيب تلعب لهم ديفونس وغارديان يشد ولا معناها يضيعهم الكره تخرج الكره فيسا مونتي دبال كسوا مونتي دبال ولا كونتر اتاك ما يرجعوش برشا، دونك الاجنحه نتاعنا ديما ليبيري، دونك هذاك علاش كونسوميو برشا كور وكانوا في المستوى البارح كل. فما عاش لاحظت حاجه رغم تالق الحراس خصوصا وسيم هلال الماتش الاول، فانه قاعدين نقبلوا برشا اهداف بارابور النيفو نتاع المنتخبات هذه. والله كيما كنت نحكي لك معناها حتى في الديفونس راهو شفت لي جوار افريكان سون امبريفيزيبل، معناها ما تعرفش على جوار شنو ينجم يعمل لك، معناها تو كي تلعب كونتر معناها تمشي تلعب في نيفو في الاوروب ولا حاجه معناها يلعبوا لك كونتر صحيح تبدا ظاهر معناها حتى مش تعرف تحط ديسبوزيتيف ديفونسيف نتاعك تبدا معناها تعرف روحك شنو عندك، معناها كي تتفرج تقول والله ديفونس حاضر ولا ديفونس مش حاضر، اما هذا سي با ريبير برشا يحكي ويقول لك والله ديفونس مش عجبتنا والله مانيش عارف، اما راهو هذوما شفت جوارات هذوما معناها حتى
حتى معناها معناها جواريتنا احنا يبداو كما نقولوا ديما فما شويه حذر من البليسير معناها حتى يكون باش يدخل في كونتاكت 100% يسيب يقول لك خويا السكور بعيد على بعضه فهمت دونك ما تظهرش ديسبوزيتيف ديفونسيف ما يظهرش سي بور سولا معناها تقول انت ديفونس مش ماشي سي با ريبير بالنسبه لي ديفونس ما تعرفها ماشي ولا مش ماشي كان في الدومي فينال والفينال صحيح ولا الانكار كان يبدا انكار كاسح وقتها تنجم تحكي لي على ديفونس خذوا سليم الهدوي كان نجم يعاوننا في ديفونس سيسير سليم الهدوي قيمة ثابتة مش نحكي عليه أنا راجل جنراسيون تاع 2005 كل أنا كارير وراه من أحسن ما عندنا في السكتور سنترال سليم الهدوي خسارة حكيت اللي صارت هذه بالنسبة لي هو بالنسبة معناها المنتخب ما عندنا مشكل في البوست هذاك محمد علي ظهر لي مني خرج حمام ما عندناش سنترال اللي يملى البلاصة ولا صح ما هو كي تفسر انت علاش ترجعت سليم الهدوي تو على خاطر الحكايه هذيك هو معناها في البوست هذاك الفو ان جوور ديكسبيريونس كي معناها 2 متر معناها دوتور وكي ديكسبيريونس معناها باش يدز اصحابه باش معناها خاطر السيكتور هذاك مهم برشا في الديفونس راهو فهمتني دونك كي خرج سليم الهدوي ديما قعدنا معناها وخرج وسام حمام ديما قعدنا معناها اون تروف دي ديفيكولتي معناها اونيفو سنترال معناها مالغري راه حتى يلعب الكل راه مش مقصرين مش معناها حاج يوسف ولا شويرف ولا سوسي ولا مش معناها خايبين اما نحكي لك معناها كجوار ديكسبيريونس اللي معناها في البوست هذيك لازم ان جوار دو ميتي فهمتني كيما سليم الهدوي كيما وسام حمام فهمتني دونك هذاك علاش هما خموا في ترجيع سليم الهدوي الملاعبين في البوست نتاعك رمزي مجدوب وعصام وزيك كيفاش شفتهم زوج مقابلات اللي فاتوا؟ الله يعطيهم الصحة بالنسبة لعصام ما قصرش كيف كيف رمزي البارح خذا ميور جوار زاد كيف كيف ما قصرش إن شاء الله ديما نقول تو كيما قلت لك معناها لي ماتش هذوما ديما الواحد لازم بقل ريسك بقل بليسور وشيرش معناها الكونفيونس تاعو باللي بوت وباللي زاكسيون وكل شيء ان شاء الله يكملوا هكا ان شاء الله في الانكار دومي فينال وفينال نلقاهم حاضرين هكا ان شاء الله غياب الجمهور نجم يقلق شويه من اللاعبيه والله غياب الجمهور نشوفه نتصور بالماتش كل ما تزيد تقوى الماتش نتصور الجمهور يزيد بكثافه اكثر خاطر معناها مع كل احترامات الفرق الكل معناها شي يقول لك شنجي نتفرج دي بلاسي على ماتش و 20 بوان دي كار و 25 معناها ما فيش حتى كما نقولوا صحيح اون جو ولا اون جو فهمتني دونك البريفير نصور من بعد نصور في الانكار ابارتير من الانكار نصور باش تولي تتعب بس ما تقول الكاميرون كيف كيف في الخانه نفسها نتاع الماتش اللي فاتوا اون برانسيب اقوى شويه الكاميرون اما بريس كيف كيف بريسك تمشي بريسك كيما اقوى شويه ديما الكاميرون خاطر كامرون تلقى بنية جسمانية أقوى بالكابفير والكوديفوار جواريتهم معناها عراض عند ربي هكاك غير حتى مشكلاسيون تلقاهم أرزن شوي وأجريسيف أكثر وأجريسيف كامرون أجريسيف أكثر صحيح ممكن أقوى شوي أما نتصور كالعادة معناها مش تصير نفس العملية ديفونس كونتر أتاك باش ياخذوا ليكار كيما العادة ماتش تقرب نورمالمون باش نلعبوا ضد الماتش اللي بعد نورمالمون بشوي ندخل ماتش الماروك بشوي بشوي كيما كنت احكي لك قبيله بشوي بشوي ماتش الماروك باش تبدا تظهر معناها التحذيرات نتاع باش تبدا تظهر ديسبوزيتيف ديفونسيف نتاعنا باش تبدا تظهر لي شيما تكتيك نتاعنا خاطر المغرب قراب لينا نعرفوهم يعرفونا نجموا نلعب معاهم هوند ويلعبوا معنا هوند معناها موديل باهي هكا نكون كمان على المنتخب نعمل معاك شويه محمد علي بدايه مع الكويز الكويز مجموعة من الأسئلة مش برشا محمد علي تعطيني ديريكت ريبونس شكون تعتبر أحسن لاعب تونسي توا في الوقت الحاضر؟ أي لا في المنتخب لاعب تونسي وكا في المنتخب مش في المنتخب موجود البلد في المنتخب كما تحب توا محمد السوسي أحسن لاعب في تاريخ تونس أحسن لاعب في تاريخ تونس ثلاثة هم أي أنور عياد وعصام تاج وهيك المجن أنور خاطر يعني فيك؟ لا والله لا من قبل ما أرم فيها أنور بي لاعب في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا عبد الحق بن صالح
رغم اني مش موجود مع المنتخب. رغم اني مش موجود. شكون اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب تو ابراهيم لاغ مكرم سلام. زيد تفك. مكرم نسيته. مكرم اقرب لابراهيم. زمر علي. احسن مدرب تونسي. احسن مدرب تونسي. لا اله الا الله محمد رسول الله. مش نقول لك تحصل لي. علاش؟ انا رعيد ونجيب بن سير. احسن مدرب دربت عنده. احسن مدرب دربت عنده سيلفان نوي. مدرب عنده فضل عليك. انا رعيد. علاش؟ انا رعيد خاطر هو من بيه في الكيب ناسيونال، هو اللي انسيستي باش نمشي كوب دافريك، هو راه اللي انسيستي، ولا سينو راني نحيد كالعاده. ماتش ما تنساش. ماتش الفينال كوب دافريك 2016 ما ننساش طول حياتي. علي؟ الظلم اللي تعرضنا له، ظلم ما راتش من وقتها كرهت معناها واحد يكره روحه. مش الحكام تاسع كيكا او جراف. ما عمري ما شفتها كيكا في حياتي. باه هدف ما تنساش. هدف ما ننساش، هدف ماركيته مع سبورتينغ المكنين كونتر كلوب افريكا. هدف نحن باربعه هما بسته 9 متر ديريكت، سايب لي بيفوم 9 متر ديريكت، خذيتها في الهواء وعملت ريكوليت. نتذكر العيطه نتاع الجمهور تو نتذكر. ربحتوا بيه ماتش، ربحتوا بيه. ربحنا. ان بوان معناها. ربحنا الكوب افريكان في مكنين. نتذكرها العيطه نتاع الجمهور تو بين اذني. تزلزل الصال. تزلزل الصال. احلى بونتو سجلته. هذاك. نورمالمون هذاك، وفما في السوبر جلوب زاد. سوبر جلوب ماركيت بونتوات ميزاني. ركولات. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته. هدف ديما نقول النف متر المركاه انيس المحمودي في كاس افريقيا مع الزمالك. في الجابون. زمالك. مع الاهلي. اهلي. اقوى جمهور. اقوى جمهور. جمهور الاسبيرانس وجمهور الكلوب. اي واحد عاد. توا جمهور الكلوب. قبل كان الاسبيرانس. قبل كان الاسبيرانس. دبلوماسي انت. اقرب جمعيه ليك بعد المكنين. اسبيرانس. حكمة تأمن بها. يطول ليلها وتعلف. حاجة فيك ما تعجبكش. تاتر ما نحبش نظهر برشا. علاش؟ هك كاركتير، نحب ديما انا اون كاشيت العيش. كي ما كي سبت البحرين اليوم. اليوم هاي بارازار. أحسن لاعب في العالم. إيفانو باليتش. ما عادش يلعب باليتش. إيه نحكي لك. احسن لاعب بالنسبه لي. وتوا اسمه هانس، ميكل هانس تاع الدنمارك. تاع الدنمارك. بي اس جي مازال. مازال في بي اس جي. احسن مدرب في العالم. احسن مدرب تاع نونت اسمه على ما نسيته. دونك انت في لو كويز. شكرا لك. ميرسي. هاي لو كويز. يعطيك الصحه محمد ايوب، حضرتك شرفتنا اليوم بحضورك معنا. يعيشك يعيشك، وانت زاد يعطيك الصحه والله يخليك. نخليك انت تحب تقول حاجه في الاخر. عرفش ميساج بيبليك الكلوب، المدرب، المنتخب، دبر راسك ترى. والله نحب ميساج الجمهور الكلوب والباسونين الكلوب، معناها نحبوا لفته لي سيكسيون هاندبال في الكلوب افريكان، ونحبوا الناس كل معناها يتلم الشمل، الناس كل تتلم والناس كل تقف مع سيكسيون هاندبال، ونعدوهم ان شاء الله معناها باش تكون نتائج طيبه، ونعدوهم ان شاء الله بتيتروات. زلنا مواصلين في زون ميكس حتى للخمسه بتاع بعد شويه. التحق بنا اللاعب السابق لكلوب اسبيرونس براهيم غنام، نحكي معاه على مقابله ديربي العاصمه غدوه. نذكر